بسم الله، دلوقتي هنشوف ازاي نشتغل مع اللصوص في لغة البايثون. فهاجي هنا من سكريبت editor واقول له بايثون سكريبت. اجي هنا اقول له انا عايز اعرف متغير جديد وليكن مثلا روم نيم هتساوي، وهنسميه مثلا بيدروم. خلي بالك هو ده لون اصفر على اساس ان ده عبارة عن تكست او سترينج. هقول له روم نمبر هتساوي وليكن مثلا 313. تمام. هاجي بقى في الاوتبوت هقول له اكتب لي دوت و الروم نمبر. ممكن يكون عندي سلسلة كاملة من الغرف هو يبدأ يكتبهم لي كلهم. لما تيجي هنا هتلاقي ان انا عندي في الليست هنا اتنين، البيدروم و313. طيب لو انا عايز اخليهم الاتنين مع بعض هقول له اكس بتساوي روم نمبر زائد الروم نيم والروم نمبر، واقول له هنا اطبع لي الاكس. طبعا للاتنين. طب ما فيش مسافة بينهم، انا عايز يبقى في مسافة، يبقى انا هاجي هنا عند البيدروم وازود مسافة تظهر عندي المسافة بالشكل ده. من ضمن الحاجات برضو اللذيذة في البايثون ان انا ممكن اقول له طب انا عايز الواي بتساوي الروم نيم، بس انا مش عايز الروم نيم كلها، ده انا عايز اول حرف. يعني ممكن يكون عندك اسامي الشتات مش عايز اسم الشيت كله، لا انت عايز اول حرف بس. يبقى هعمل ايه؟ هقول له العلامة ديت واقول له الزيرو. زيرو دي معناها اول حرف، يعني هنا البي دي بزيرو، الاي بواحد، الدي باتنين، المسافة بتلاتة، وهكذا. تمام. طيب انا مقلتلوش اطبع الواي، هقول له اطبع الواي. تمام. طبع البي ممكن اقول له انا عايز الزيرو لحد الخمسة. اي طب لو قلت له الخمسة وبعد كده ستة مفتوحة يروح طبعها الاخر من اول رقم خمسة لحد الاخر. دي من ضمن الحاجات اللذيذة في البايثون، لغة برمجة البايثون. طيب لو عايز اعرف نوع المتغير ايه، سواء انا كاتب تكست او كاتب ارقام او اي حاجة من الحاجات ديت، اجي هنا ادوس راك كليك واقول له طيب ده اوبجكت تايب، اقول له وصل ده بدوت. تمام. واقول له ده هيطلع سيستم سترينج. طيب لو البايثون ده قلت له اطبع لي نمبر بتساوي 313، ده رقم هوت واخد اللون البنفسجي، فاقول له هنا نمبر. طبعا 313، وهنا طبعا لي ان ده انتجريتد، ان ده انتجر رقم، انتجر رقم سيستم دوت انتجر، فده كده عارف ان ده رقم. لو قلت له اطبع لي الروم نيم او قلت له اطبع لي الروم نمبر، رغم ان هو 313 بس لان هو بين قوسين فبيعتبره سترينج، يعني بيعتبره ان هو نص، ما ينفعش ان هو يتعمل عليه عمليات حسابيه، ما ينفعش اجعل رقم الغرفه واقسمه على 3 واقسمه على 4 او اضربه في 5.